وذلكم خرج مع أصحابي حتى وصلوا إلى أجمة، أي إلى غابة، ثم أخرجوا طعامهم وتفرقوا بجوار بعضهم البعض، هذا يعد طعاما وهذا يفرش مهادا وهذا ييسر مشروبا، وأحدهم قام يصلي لما رأى أن أصحابه يكفونه العمل. فلما كانوا في أجمة أي في غابة جاء لهم أسد، فلما سمعوا زئيره فروا، كل منهم أخذ جهة وينقلب إليها، وهذا الذي كان يصلي بقي كما هو يصلي، فجاء الأسد فجال جولة ثم انصرف. فلما تيقن الرفاق أنه قد مضى أي الأسد، وأن الخطر زال وأن الشر ولع، قدموا إليه فوجدوا صاحبهم كما هو يصلي، فلما فرغ من صلاته سألوه: أما خفت الأسد؟ قال: والله إني لأستحي من الله أن أخشى أحدا غيره وأنا بين يديه، إني لأستحي من الله أن أخشى أحدا غيره وأنا بين يديه، إلى أنه وقر في القلب تعظيم الله.